السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. بداية أسبوع سعيدة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الأسبوع الحالي يوما بيوم. ونبدأ بيوم الأحد، حيث تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية يتخللها بعض الغيوم الركامية خلال ساعات نهار يوم الأحد، حيث تعطل زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة. كما تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالحرارات المسجلة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الاثنين تستقر الأجواء مجددا، ترتفع درجات الحرارة أيضا مجددا لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. أيضا درجات الحرارة الليلية ترتفع ليصبح الطقس مائل للبرودة في الجبال والسهول والبادية، بينما يكون معتدل إلى مائل للدفء في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. لا تغيير على الحالة الجوية يوم الثلاثاء، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. ترتفع درجات الحرارة ليلا، يكون الطقس بين المائل للبرودة إلى المعتدل في عموم المناطق. يوم الأربعاء المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس خريفي معتدل في عموم المناطق لكن يميل للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر. يوم الخميس أيضا تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتكون حول أو تقارب 30 درجة مئوية في الجبال. درجة الحرارة أيضا تكون أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس خريفي معتدل يميل للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر، بينما ليلا يكون بين المائل للبرودة والمعتدل في أغلب المناطق. يوم الجمعة أيضا لا تغيير على الحالة الجوية، طقس مستقر، درجة الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس خريفي معتدل يميل للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر، بينما يكون مائل للبرودة إلى معتدل خلال ساعات الليل. بهذا ننهي نشاطنا، إلى اللقاء.